خير. اهلا وسهلا. مش دي برضه كوم النحل؟ يو قصدي اقول يعني الواحد يروح لها ازاي؟ انا ناظر البوسطة جديد. اهلا وسهلا بالجودي. اهلا وسهلا. البلد هنا تحت التل. بيننا وبينها كتير؟ بسيطة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش ده برضه بيت عبد السميع وهدان العمدة؟ ايوه. عايز اقابله. هو حضرة العمدة فين دلوقتي؟ هذا المعلم سلامة. طب ممكن حد يديله خبر؟ انا بس حسين نظر البوسطة. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. وجهة سوقي، بلغ حضرة العمدة اشارة بوصول حضرة الناظر. اتفضل. استريح، اهلا وسهلا. تلقاك جاي من السفر وتعبان. يا محمد اعمل الشاي يا بنت. خلص يا ولدي خلينا نشحن. دي قطفة البرسيم يا سلامة. ايوه قفصين بس. ابوك الله يرحمه ما كانش يشحن من قطفة البرسيم دي اقل من 10 اقفاص. النحل هيهج يا عمدة، هينزل غيطان ما يرجعش. حضرة العمدة! حضرة العمدة! خبر ايه؟ نظر البوسطة الجديد وصل. معاك هنا يا ولد؟ لا في الدار ومع الشيخ الغفر. ياه قاعد يا سلامة. لا عبد النهار. يا كرام قوم النخل، اتفتحت اليوم في سيوط المدرسة الأمريكانية للبنات مجانا، قراية وكتوبة وشغل إبرة وشغل مطبخ وعن جريزم الأصلي. يا بعد يلا على السوق وعم بيضيف بيقول ايه؟ يروح يقابل المستر كركر. وقف يا زادي وقف، كلم حضرة العمدة.
طيور وجاي تصعد في البلد كده من غير داعم ولا دستور كيف؟ اعلام عن مدرسه يا عمده، مدرسه جديده فيها داخليه للبنات. مدرسه البنات بسيوط والله عشنا وشفنا. وكيف حيدخلوها المدرسه دي يا ابوي؟ حداي بنت عندها 16 سنه صح؟ ايد صوح يا خال، ان كانت تقرا وتكتب هتقرا وتكتب زي يا ابوي. هتودي بنتك المدرسه يا سلامه يا راجل بلاش مسخره، بنتك بقت صبيه دلوقتي. مشي حالك يا سيوطي واضعف في الوسعيات واوعى تخش الزقانيق لحسن اقطع دبرك من الباب. حاضر يا عمدي. اعلامه في عنوان المدرسه والشروع. ماشي يا ولد. حاضر. على اخر الزمن يا سلامه هتمشي ورا البدع. يا راجل خليك معاك وخلي بنتك في دارها متصانه. وهيجرى لها ايه يا عمدي؟ الاعلام هيقول ان في انشراف واصل ورقابه محكمه وهتقعد مع بنات زيها. الزمن لفاف يا عمدي، اللي حييجي بكره مش بتاع النهارده، وانت عارف البير وغطاه. البنت هتتعلم لنفسها، يمكن تتجوز مستوطن ولا هتشتغل معلمه هتساعد نفسها بكتير وخلاص. وعاوزها تشتغل كمان يكمل. انا مالي تعرف خلاص هتيجي معايا نشوف النظر الجديد ولا ايه؟ لا عاود على عواصه وبعدين وانت لازم تعاود عليها بعد الجاي عشان اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا مرحبا. اهلا بيك يا عمده. ده انا جواب من جمعتين ان حضرتك مشرف وقعدنا نستنطر. اقعد يا شيخ الغفر. اصل تاخرت شويه في تنفيذ النقل لحد ما ارتب اموري. وهو حضرتك متجوز؟ لا مش متجوز. اصل عندي والدتي واخواتي. وابويا مش موجود. حضرتك عازب يعني؟ ايوه. وهتسكن كيف يا ولدي؟ عدم المؤاخذه ما انا زي والدك برضه. زي الناس. هشوف لي شقة صغيرة ولا أوضة أسكن فيها. هنا؟ في كوم النحل؟ يا ولد لاقي. دي بلاد أرياف يا أبوي، واللي بيعوز له بيت بيكون شوية طين يسكنهم. وكمان الأهالي هنا ما بيرضوش يسكنوا ناس عزاب. وبعدين؟ هسكن إزاي ما؟ والله يعني ما فيش قدامك غير أسيوط. بروح واجي كل يوم؟ إيه؟ ساعتين بالقطر من هنا لهنا. ساعتين بالقطر واتنين كيلو من هنا لغايه المحطه. إيه؟ رايح جاي كل يوم؟ إيه؟ مش ممكن، مستحيل. امال الجند فين راح فين؟ هيبيت الليله حدا بهالي في بني حسين. ايه اسمي هذا ده الراجل بسطه معاه المفاتيح والحمار عودة المكتب. هيبيت الليله حدا بهانا مرته الثانيه في بني حسين، وهيجي الصبح بمجيئة الله وهيسلمك كل حاجه. والله ما انا عارف يا عمر، قبل الشغل لازم اعرف هعيش ازاي واسكن فين. حكاية أسيوط دي مش ممكن. هون عليك يا راجل وما تتضايقش بسرعة كده. هنشوف لك سكنة وهنريحك هذه الراحة. ألا يا عمدة. إيه؟ دارك القديمة قبل البلد. تنفعوش؟ والله ما دي كنت بفكر في ده. استنى لما حضرة الناظر يتعشى الأول وبعدين نبقى نقوم نشوف الدار، ولا أقول لك هم بينا يا فندم نتفرج على الدار قبل الشمس ما تنزل. نودي جميلة مدرسة في سيوط يا حليمة. ماليش جوالة بعدك يا معلم، بس يعني هتروح الصبية سيوط وتعود كل يوم؟ هتقعد هناك واصل. وهتهمل اهلها وبيتها؟ وهتخافي ليه؟ دي مدرسه داخليه عاملينها رهبان ورهبان، وهيكون عليها رقابه مشدده. وهتسافر متى؟ بكره الصبح هسافر سيوط واخدها معاي، هسلمها بنفسي هناك، مش هسيبها في المدرسه الا لما اتوكد صح انها هتكون في الامان. جميلة جميلة، الحقي الحقي.
ودي العقد الجار من جود البقال يا شيخ الغفر. روح انت يا رب. اتفضل يا فندم. اتفضل. دي اصلها دار العمده زمان قبل ما ياخذ العموديه ويبني الدار الجديده. لكنها احسن دار ابنها مبنيه بالطوب الاحمر. ما تقولش كده يا شيخ الغفر ده فندي يضحك علينا. ودي جديد جنب بيوت مصر. لكن عيب تفك عوزه والسلام. ما قلتليش يا فندم اسمع عرضتك ايه؟ عباس حسين. لا قول لي عباس يا فندم. هتجيب عفش معاك ولا هتكتفي بالموجود؟ ودي قرا كام بقى ان شاء الله؟ 4 ريال بس. خذ العقد ملاح يا شيخ الغفر. إيه. دي أوضة مقفولة على شوية كراكيف ومفتاحها معايا. أظن مش هتعوزها. يعني هتعمل إيه بأوضتين؟ مبروك عليك. تيجي بقى تدفع الإيجار على مهلك. النهاردة عنين. وإن عوزت أي حاجة هاني خدام. فتك بالعافية. السلام عليكم. قلب عيدك يا مريم ومش ملموم على نفسي من خط عشان اول مره هتسافري وحكايه بعيد. لكن بكره تبططي وتبحبحي مدرسه سيوم. اه يعني يا ما نفسي اسافر اي حته بعيد عنكم المدعوجه دي. تخدميش معاك يا جميل. يا ريت يا مريم. انا خايفه اجاوب جا الواحد بك يا مريم. هتستيري هنا؟ فضي قدامي نخبزين عصيرتين تاخدهم معاه. حاضر. يا ما انا خايفة عليكي من السفريات دي يا دميل. عقولي عقلك في راسك وانت حرة بقى. يا ولد امشي من هنا. يا ولد امشي من هنا.
وسهلا يا فندي. الحمد لله على السلامة. لا مؤاخذة اتأخرت عليه. الظاهر إن مراتك الجديدة مشوارها بعيد يا أستاذ. هما قالوا لا حاكم العمدة كده ما تتبلش بخاش مفولة. فتح المكتب تفضل معايا. ومن هنا ورايح تيجي البسطة في ميعادك. يا دي بقى يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. انت بتقول ايه؟ لا ما بقولش حاجة. وجاموسة كمان يا حلاوة يا حلاوة. نهارنا فل. شوف عايزة ايه يا سيدي؟ ورقة بسطة ولا معاها جواب مسجل بين الاصول؟ انت بتتفرج عليا؟ امشي نجرح لها من الشباك ونبه على صاحبها ما يورينيش خليتها تاني. فاهم؟ ده ايه ده بقى يا سيدي كمان؟ لا دي شوية اخبار بسترزق منهم في وقت الفضل. وقت الفضل مو بقى اللي بينكم النحل وبين حسين؟ ولا اللي بين مراتك الأولانية والثانية؟ بذمتك يا شيخ، ده مكتب بوسطة ده؟ ولا زريب؟ أنا راضي ذمتك. دي ما هو المكتب طول عمره كده، هو أنا يعني اللي كنت عامله؟ لا يا شاطر، الحكومة هي اللي عاملاه. والحكومة عاملاك أنت كمان؟ عشان تاخد بالك منه وتكنسه، مش عشان تبيع فيه طماطم مفعصه يا بني ادم. ما تقولش بني ادم، حاكماني قريب العمدي وما يصحش تتمقلف علي. ما شاء الله ما شاء الله، بقى انت قريب العمده. طب يكون في معلومك يا قريب العمده اني هبعت فيك تقرير زي الزفت للعموم في مصر، وهطلب نقلك من هنا إذا ما كنتش هتشوف شغلك مظبوط. فبخلي العمدة بتاعك ينفعك. اتفضل بقى يا قريب العمدة، اكنس المكتب وشيل الزبالة. بقى لها قد ايه الجوابات دي مركونة يا استاذ ميضة؟ ادي لها يجي شهر من ساعة ما قفشوا النظر اللي فات. حكيماني اللي وزيت عليه ووديته في داهية. معايا ثلاث برايز عايز احطهم في دفتر يا فندي. دفتر قيد التوفير فين يا استاذ ميضة؟ اخدوه في التحقيق مع الاثباتات. افتح له دفتر جديد. حكيم النظر اللي فات كان فندي متنور زي حضرتك كتير، وكان كاره البلد علشان ضلمه ولا فيهاش ملاهي. ممكن تفوت بكره؟ وماله يا فندي؟ وبعدين بقى يسكر ويلعب قمار مع معوض افندي الصراف وعلى افندي ناظر الشوني. وبعدين بقى يختلس من فلوس التوفير. انت هتحكي لي حواديت ولا ايه؟ ما تشوف شغلك يا جدعان. مش عاوز اسمع حاجه عن مواضيع زي دي تاني. خارج اوزع جوابات العزه في الكفور. عاوز ارجع الاقي المكتب ده ينفع لاعاد البني ادمين. فاهم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. اديني تمن بسطرمه من فضلك. ما فيهاش. اديني علبه بلو بيبي. نعم. الاقي عندك جبنه رومي؟ ما حدش هيناقش في الحاجات دي. ما تاخد سلامون زي عمرك لله. اهلا حضره الناظر. ما بحبش السلام. مرة زمان كلت ووجعتني بطني وقرفت. يبقى ما فيش قدامك غير ورقة لحمة يعملها لك الجزار.
تعال معي. وسكنت فين امال؟ في بيت العمده القديم. خلي بالك منه، ده راجل دحلاب وبحره غويط. ربنا يستر بقى من البلد دي كلها. بقول ايه؟ معايا شويه جوابات لناس في عزب وكفور، تلقاك عارف الحته دي بحكم عملك. ثلاث سنين في الهم ده، لما خدت عليه وخد علي. وراهم تعال. العتام انا عديان بني محمد الحواتك درمك جحدة. شوف يا سيدي، تطلع من السكه دي طوالي تلاقي الكفور يمين وشمال، بين الكفر والكفر 2 كيلو بالكثير، منتهى لحد فكهم النحس دي. ترى ايه يا سيدي؟ من كاتب توزيع بالعموم في مصر لنظر بوسطه كوم النحس زي ما انت بتقول. Thank you.
درويش، مراتك ما بتحبكش؟ شيل الكلام ده من مخك خالص. خليك مهاود يا عباس افندي، نظر الزراعة وموظف حكومة ومتغرب زيك برضه، والأوضة ملهاش عوزة عندك، وبدل الأوضة ما هي مكفولة على شوية الكراكير يسكنها الراجل برضه، أهي تلمه. يعني تأجر البيت مرتين يا أخي ده بعدك. أنا جاي لك بالإنسانية يا عباس افندي، خليك مهاود وبلاش تنشف راسك معايا أحسن لك. أحسن يعني إيه يا عمر؟ تهددني؟ لا ما بهددكش، بس اعمل حسابك ان كبير البلد واقدر الخص عيشتك فيها. كبير البلد؟ ها ايوه كبير البلد يا عباس افندي، كبير البلد. طيب يا ناظر البوسطة، انا وانت والزمان طويل، سوق يا ولد. يا باي اعوذ بالله من دي بلد، ابن حلال ما لقيتكش كنت ماشي. مالك الراجل الدون عنده تكون النحس، عاوز ياجر البيت مرتين، حته خرابه ياجرها لي باربع ريال، فيها اوضه قافلها واخد مفاتيحها، جاي النهارده يستاذني عشان ياجرها نظر الزراعه. ما شفتش بجاح اكتر من كده، والاخر يهددني ايه؟ ولما انت بالحاله دي بطلت تزورني ليه؟ ما هو مشوارك صعب والسكه كلها تراب وبتبقى سودا بالليل، كفايه عليا مشاوير النهار. سعيد عليكم. مرحبا يا عزيز افندي. اهلا عباس افندي. ازيك يا سمعان وفتح؟ شوف يا اخويا الراجل بيسلم عليا فيه، ما توصي علينا يا عزيز افندي. حاضر يا عباس افندي، اتوصف فلتس افندي لاحسن درجة عايز الحاجة. انت يا اخينا عاوز مني ايه؟ ها؟ مالك ورايا كده من ساعة ما حطيت رجلي في البلد؟ يا عم انا ماليش في القمار ولا بسكارش، بشرب ينسوك وقرفة وشاي. يعني بصراحة كده ما انفعلكش، حل من ورايا بقى. دي ده انت يا عباس افندي شايل من ناحيتي قوي، واني يعني كنت ضربتك على يدها؟ ما الدار مفتوح اهو، واللي عييجي اهلا وسهلا. بص شوف اهو قاعد له مطرطق ودانه وعينين بحلقه، يتمنى يلاقيني داخل طالع في بيتك ليل نهار، اسكر ولعه وروح تخيخني البلاغ. عاوزني احصل اللي سبقني، قريب العمده يا سيدي ورئيس مباحث البلد. ايه انت واخدها جد ولا ايه؟ يا جدع فك عن نفسك، محدش مستقصدك، انت اللي نكدي. والله يا شيخنا هديك بهدية معتبرة قوي، حتة قماش بوبلين لقطي تفصلها لك جلبية بدل البدلة اللي انت زمت روحك فيها دي. جلبية؟ جلبية يا معوض يا فلتس؟ على اخر الزمن عايز تلبسني جلبية؟ زيهم يعني. يا عم فلتس سيبك منه، حاجم ده طالع فيها جوي، بكره الزمن يفوت ومناخيره تيجي الارض. مناخيري تيجي الارض؟ ما عادي خلص كتير، انا مروح. مناخيري تيجي الارض يا بغل يا طاط؟ طب مناخيري مش هتيجي الارض ابدا، ولما اشوف بقى يا انا يا انت يا بلد. خلي دي جنبك يمكن تعوزي، ده انت حالتك بقت صعب قوي. النهارده هنروح منتزه، هنعمل حصه رقص، مفهوم؟ مفهوم يا مستر كارتر. عايز نظام، اتباع، مارش.
زعلانة اللي راجعة بلدكم ولا ايه؟ يا بنت زكتة دي الاجازة جرب. يا باي عليك يا سير قلبك جامد. طب والنبي انا معين عليا ابعد عنك طول الاجازة دي وما اشوفكيش. تعالي زوريني في النخالة. ايه رأيك يا جميلة صحيح؟ تيجي تزوريني؟ ابويا ما يرضاش. انت مش بتقولي ان لكم عامة حضانة في النخالة؟ ايه؟ لكن ما اقدرش ازورها لوحدي. لازم ابويا او امي يكونوا معايا. يعني مش عايزة تيجي؟ انا رولي حد فيكم النحل كنت جيه. مفيش غير راجل صراف اسمه معوض فلتس يقرب لابويا من بعيد. ولا بنزوروش من يوم ابويا ما مات. سفرية زي دي تكلفني 3 جنيه بالميت والمية كم 3 جنيه؟ هتبقى اجازة هتبقى في ايه عنك؟ اشوف وشك على خير. بنتي ده مين؟ الحمد لله على سلامتك يا لالاي. مالك اتغيرت كده؟ احنا والجو بالنبي يا خال، شفت عملت شعرها كيف؟ قصدي شعرك يا دميلي؟ لا ياما ده معمول طيار، بنات كتير في اسيوط عاملينه كده. ومالك يا بنتي هفتانك دي؟ بنتي يا مريم ايه فوتي على البورده دي دوس حمام نعمله لها براء. حاضر يا خال. اسمع يا زميل، اطلع على قصك اطلعي هدومك وريحي شوي، هجيب شويه رز ادقيهم واقعد معاك تحكي لي على كل اللي شفتيه في المدرسه وفي اسيوط. حاضر ياما. ازيك يا حليمه؟ نورت بيتك يا معلم. يا دميلة مش فايقالك دلوق. طب والنبي لا جايلة لابويا خدني معاه. بوكي ايه
وانت دارك يا جميلة. ده نورك يا ابوي. ابوي. ايوه جميلة. نفسي اقعد عند عمتي في النخيلة يومين العيد. باه. تلد عليك السفر ولا ايه يا بنت؟ انت لحقتي لسه تقعدي بدارك؟ وحياتي عندك يا ابوي. اصلها وحشاني قوي. وكمان مناسبة عيد. يوم العيد اسافر السوق طب اخدك معايا وافوتك في النخيل. يخليك رب يا ابوي. الفقر بتاعتكوا دي. يا سلام.
حرام عليك تفكريني بمصر يا شيخ. محلولة ليه يا ناعسة؟ كنت بتسوي ايه جوا يا بنت؟ جابي تجيل يا ناعسة ودماغي عمران والدار قريبة عتيجي. حلال على الافنديات يا بيه. حضرة الناظر ما جرسكيش يا بيه؟ جاتك جرسة. املس على المرمر يا ابوي. Thank you.
عباس افندي برضه. ايوه افندي. انا حسني عبد الوهاب ظابط النقطه. اهلا وسهلا. لو وقتك يسمح لي بكلمتين. اوي اوي. اتفضل نتكلم جوه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. العمده مقدم بلاغ ضدك يا عباس افندي، بيطالبك فيه باخلاء داره. وحيث ان شيخ الغفر وشهود عيان ظبطوه في نص الليل تاني يوم العيد من الايام الفضيله، وكانت الغازيه نعس احداه، وحيث انه الاخ الاخ. رايك ايه؟ رايي ان عبد السميع وهدان العمده راجل طماع ومجرم. انا مقدر ظروفك كويس، وعارف ان بينك وبين العمده حزازات. وشرفك يا حضره الضابط كل ده من تحت راس البيت. بيت رزق خراب ولا يستاهل نكله من الأربعة ريال اللي بدفعهم له. قوم معايا لعبد السميع وهدان لصالحكم على بعض الوقت. أنا أروح له؟ ده راجل جلف ومجرم. مكانه هناك في الغيط ورا الجاموسة. مش عمدة على الناس. يا حضرة الناظر. جايد لي الريال ده كمان. أنت لسه بتحط في ريالات يا ابن هلالة؟ مش توفرهم على روحك أحسن لك؟ هو الدم هيبقى مية يا حضرة الظابط. جايد لي الريال ده يا فندي. هتسمع كلام أمك وأخوالك؟ وتضيع روحك انت كمان. بقوا كام دلوقتي يا ولد؟ لسه شوية يا فندي. يقطع من قوته ويحوش. عارف ليه؟ عشان يشتري بندقية وياخد طرابوه. البلد كلها عارفة والقتيل نفسه عارف. السلام عليكم. وساكتين على كده؟ وهنعمل ايه؟ جناية طار وهتحصل زي ما حصلت قبلها ألوف من جنايات الطار. وهروح اسأل وحقق، وفي اغلب الاحيان الاقي اهل القتيل هم اللي بيداروا على القاتل عشان ياخدوا طرهم بايديهم. حلقه مفرغه من الجهل، وفي الاخر تلاقي الكل بيصعب عليهم. ما هم معذورين، عايشين في كحور، النور هيجي لهم منين؟ من ساعه ما حطيت رجلي في البلد دي وانا مش طايقها. انا اول ما جيت عملت المستحيل عشان اتنقل. شفعات ورجوات، كنت عامل زي حالاتك كده، لكن اهي الايام بتفوت. أنا ليا 6 سنين دلوقتي في البلد دي، عودت نفسي على الرضا عشان الحياة تهون، وشوية شوية بقيت أشوف الحاجات الحلوة جنب الحاجات الوحشة. الواحد مش لازم يسيب عينيه تسرح على الطين والوساخة بس.
اهلا بيك يا خيتي. يا دي جميله صاحبتك يا خير. هي دي ودي عمتها اللي مش على جهه بتاله لاجل ما تشوف صاحبتها. ده احنا زيارتك لينا غاليه قوي. من زمان بسمع عليكي ومتشوقه لزيارتك، لكن ما كانش فيه مناسبه. من يوم المرحوم ما عادش فيه صحه واصل. شده وتزول يا خيتي. نحمد ربنا. شرفت النخيله يا جميله. يشرف مقدارك يا خيتي. سهير بتعزك ياما وتحدثت عنك واصل. هنتحدث سوا ياما وفرق جميل على الدار والجنيه. اياكش تعودي. حاضر ياما. ربنا يخليهم لبعض. سهير عادلي وكاملي. انا في النخيله يا ولاد. والنبي ما مصدقه نفسي. انا فرحانه فرحانه قوي. تعالي جميله نتحدث. عايزه اطير يا بنت، انما قلبي عمال يدوك يدوك. جس يا بنت هيفض من صدر. Thank you.
كنت خير. كده يا خليل خضيتنا، ايه اللي جابك دلوقتي؟ طيب امك لوحديها في الدار، جيت ادور عليك. ايه تدور علي ولا تدور على حاجه تاني؟ ازيك يا جميل، منور يا خليل. اتفرجت على اثرات شويه حجر ما فهمتش منهم حاجه. ده كان قطر كبير جدا، انا عارف حكايته احكيها لكم. ايوه رايا تيجي في الدنيل من زمان قوي قبل ما يسكنوا على العفارية. عاد خوفنا بقى. انا بحكي على اللي عارفه. انت خايفه يا جميله؟ ما تخافوش انا معاكم. احكي لنا حكايه القصر. كان قصر عالي قوي، كان الملك خفرع حداه بنت جميلة قوي قوي، وكانت كل الملوك تطلب يدها وهو ما يرضاش، كان عاوز يجوزها لواحد ملك صاح، لكن بنت الملك كانت بتحب واحد من الرعية، وابوها عرف بالحكاية جبناها القصر ده بعيد قوي بره البلد وحبسها فيه وحرج عليها الخروج، وكان مالينا القصر بالجواهر والذهب والاكل وكل اللي تشتهيه، لكن بنت الملك كانت رايده حبيبها وكانت تكتب له جوابات على الحجر بمية الذهب. عاد تضحك علينا جوابات بمية الذهب؟ مش مصدقه؟ اوريكم جواب. تعالوا اقرا لكم الجواب. دي جواب دي عصفوره مرسومه. ايوه يا عبيطه، ما هم جواباتهم كانت تصوير. وبعدين احكي لنا يا خليل، وبنت الملك عملت ايه؟ بنت الملك؟ ايوه، بقت تشاع لحبيبها جوابات، وبعدين هربت معاه وراحوا مملكه تانية. ملكه جميله مهمومه جدا. هقول ايه؟ تيجي نتكلم عن جليدي؟ ايه؟ اتمنى انت بتعرف. حاكم خليل بيتكلم عن جليدي زي اللبلب. فرجها يا خليل قلمك الابانوس. الخواجه كارتر عطاله قلم ابانوس هديه عشان بيتكلم عن جليدي مليح. يا بنت يا معفرطه. فرجولي دي. وهتعمل ايه الوكيل بعد ما خلصت مدرسه؟ هتستوظف. هتستوظف فيه؟ معرفش. نجيب افندي جوز اختي كان وعدني بوظيفه لما اخد الشهاده، واديني كتبت له في مستنظر الرد. حكيم نجيب افندي جوز اختي مستوظف كبير جوه في اسكندريه. وهتستوظف في اسكندريه؟ ايوه. وراح المملكه تاني. لكن دي اسكندريه بعيده قوي. ايوه بعيده، انما بلاد بقى والواحد يشوف الدنيا صح. هو انتوا مش حداكم ارض هني؟ ما تقعد تاخد بالك منها. وانا كنت بتعلم عشان اخد بالي من الارض. انا بتعلم عشان اسافر واشتغل في البلاد الكبيره. مالك مزاحم مجديه جميل. هقول ايه؟ تيجوا نلعب استغمايه؟ ايوه نلعب استغمايه. كله بامية. أنا مساك. قلبي 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 وانا ابويا محمد شلبي ومحمد في الجنة راح يستدلوا حبايبي يقولوا ابوك توت توت واني بحب ورقة توت. وراح لقتها مملكة تانية، مملكة تانية، مملكة تانية، مملكة تانية، مملكة تانية.
الشرقية وانا رد الطريق. تو انا واصليا. معلم هنا؟ لا في النخيل. كان مرادي نتحدث وياه. تتحدثوا فيه يا شعلان. بح ما تزحموش كده. قولوا لا تفكروا فيه ولا تخبوش. بدنا نعرف هي سايرة مع مين. انا ما عرفاش. البلد هي عتقول والمعلم مالوش صالح في حكاوي من دي. صح نعدني عليها. اسمع يا شعلان. بدكوا تاخدوها معاكم وتعرفوا صالحكم معاها هناك. العجل زينة. قالوها قبلنا العاجل يشتري صالح. صح؟ صح. مريم. بيت يا مريم. قومي ناسك برا. اخوكي وخالك عايزقلوا عليك. عتسيبيهم يستنزروا؟ خالي. اخوي يا مرحبا. مشتاقين للجو يا مريم. هتيجي معانا الاقصر دلوقتي يا مريم. خير يا اخوي؟ حصل حاجه؟ اذا انا ناس اتكلموا عليكي وادينا كلمه. انا ماليش دم. حرام عليكم. انا ماليش دم. يا بنت عليك دوت. اتضعفي ليه؟ منك لله. انت عارفه اني ما بيديش حاجه. منك لله. انا ماليش دم. معك يا خليل. اوعى تسيبني. انا في عرضك. ما تبقيش عبيطه النار. ده انت بقيت في قلبي من جوه. ومش هغيب ابدا. واول ما هي تبضها من على الجبين حاجكم النحل واصل واخطبت من ابوكي. هاني بقيت في يدك. اعمل فيا اللي تعمله. انت خايفه يا جميله؟ لا بس مش عارفه هصبر ازاي. فكري فيا اكتبي لي جواب. عنوان نجيب افندي جوزوخت اهو. اكتبي لي عليه. اكتبي لي كل يوم ولو حته. وانا لو ما هتبعتي لي عنوان هكتب لك على كل حاجه. بتقطعي عليه؟ عنوانك يستحيل انساه. ما تخافش. سهلا. يعني ما حدش شافك امبارح؟ والله كسلت يا عز افندي وكمان ما رحتش البوسطه العصر. بيني وبينك قرفت من دي شغلانه. من حق جالك طرد امبارح في قطر الساعه 5. طرد ايه؟ دي لازم المجلات اللي كنت طالبها من واحد صاحبي في مصر. قال لي في الجواب انه هيبعتها عليك. نظر بوسطه وجواباتك تيجي باليد. بيني وبينك اسهل من التسجيل والشحططه في شنط البوسطه. عن اذنك لا اطلب. سلام عليكم. مع السلامه. Thank you.
اعملي كوباية شاي بدل ما انت واقف مبحلالي كده. مفيش جواب عندك يا بص اللي بيسمع عاوضين محروس. انت عاوضين محروس؟ لا. وهو ما جاش يصير معاك؟ ما جاش. اه يا دجال. مسخيط يا ولد ابوي. مسخيط ايه يا غنمه منك؟ لو 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 دي تصاوير زي اللي تبقى في التعليق اللي فيها كتوبه على جدران البندر. تعليق البندر بلبوسك ده؟ دي حاجه تانيه يا ولد. عاكم عباس افندي ده واعي قوي. دي كلتها نسوين من البندر هو عارفها. بعتله له تصاويره واللي عاد يعجبه هيبعت لها تيجي. صح. نسوين دي عتيقكم النحل يا بوي. صح. عاكم من ساعة ما ضيقنا عليه في حكايتنا عسي عشية وهو متغير كده. مكتوبك في خير وامان والسر معها كبير. ومالي يا خالتي؟ سمعتها
جميلة عم تعمل ايه؟ فوق. اما قوم اشوفها على ما تنجي اللي يرد عليه. قومي. جميل، انت مش عايزه تتفرجي على قماشات ام احمد؟ بنت جايبالك حاجات زين من المنظر. الجواب اهو يا ام احمد، تلقحي في الصندوق اول ما تنزلي، واول ما يجي رد تجيب، وبعد كده بيصير اعملي معروف الف عرض. يا بنتي حلو، انت لسه ما تعرفينيش، سرك في حبابي عينيا. دلوقتي حاضر. اسمع وما تركبش الحمار. يلا يا باشا انت وهو، يلا يا مقطيع، يلا يا عباس افندي. زي الزفت. يلا انا جاي. مالك يا عباس؟ بلد مش لاقي فيها بني ادم واحد اتكلم معاه ولا اقول له نكته حتى، حاجه تاثر العمر. يا اخوي ما انت تحت يدك اسرار البلد كلتها، مصالحها وفضايحها في الجوابات اللي رايحه وجايه تحت يدك كل يوم. مصالح وفضايح؟ تفو، اوعى تكون فاكرها جوابات بني ادمين زي اللي احنا عارفينها. انا بتهيألي ان اهل كوم النحل دول مش بني ادمين ابدا. والله يا اخي انا حاسدك على شغلتك دي اللي مقعدك هناك بعيد عن البلد دي وناسها. يا شيخ ما تحكيتهاش، روّد. كوم النحل زي غيري كلتها بلاد متاخره وجاهله. انا كنت عايز اقعد معاك لكن ميعاد القطر قرب. سلام عليكم. جوابات البني ادمين يا سيدي هي هي، ما تتغيرش. كل واحد منها تعرف صح ومن شاف الزرع. سلسله ما بتنتهيش من الجوابات المقرفه، رايحه جايه من مصر المحروسه لكوم النحل ابني. كوم النحل المحطه من يد ليد في خير وسلام بدوح 144 عاجل عاجل عاجل. تجاوب منهم تلزعوا على قفاه بالخد وتخنقوا في كيس وتحدفوا في القطر، وبعد يومين طلع رده على الترابيزه بيصفح عليك. يا بعيد، انا عارف ان نهايتي هتكون على ايديكم. تفضلوا تضحكوا بمكر وعبط لغايه ما تدفنوني بالحياه. نفسي اعرف عايشين ازاي. ايه اللي بيدور في روسكم تحت اللبد؟ مصالح، فضايح. يا ولادي وقعتم في ايدي. من هنا ورايح ولا خطوه هتعملوها من غير ما اعرفها. هدخل تحت جلدكم. والله ما هبعتاله، لازم يجي هنا في السيف فوق راسه عشان ياخد مرضه. ليه؟ ملهاش نظر. قضينا المشكل ونهينا الموضوع، رحنا يوم الاربع وعينا العيال، مليون خاش الارض، برضه يا عم ركاد الناس في الاخر ما عاد استغناش عن بعض. جابت رزق يبقى السابق، وامك جايه بعد ما حتنفسك. فاطمه اول ما يجيك المرض ادي حساب عمران وجيه بمبة الصباغ، والباقي يزيح فيه القارب لما يعدلها بطمان. سلم على الولد وعلى الحاج التايب بلا كتر كلام، سلم على كل اللي لينا فيهم نايم. ووعي يا فاطمه لما ارجع وابص في وجه الاولاد اعرف. يا عيوان يا ابن الطاوع،
ان الجاموس بتاكل بريالين بغسيل وانا مش ملزومة ادفع ريال. كانت شركة باب مريت جوابات النهارده. مالك مصاهين عليا يا اخو ده العشم ما كانش كده. اسمك ايه؟ خدامتك ام احمد. مفيش النهارده يا ام احمد، تعالي بكره يمكن الجواب يكون جه. حاضر ادي بكره. الهي يا رب يخليك وينجيك ويطرح البركه فيك. ولا جاي مشتاقة ومتلهفة عليك قوي قوي حبيبي خليل.
من ساعة ما ودعتك في النخيل أخذت روحي معاك. أعرفك إن قلبي كان عايز يفوت من الفرح، تو ما دريت إنك هتستلم الوظيفة، وبقيت طول الليل أطلب من ربنا يحفظك لي. قرة عيني جميلة، أعرفك إن هي حضرت عندي في مصر وفلت وحدها في النخيل، ويوم الجمعة اللي فاتت زرنا بنت الحيوانات وشفنا الأسد والنمر والفيل وسهير انبسطت قوي، وكان منعني يا حبيبي تكوني معنا في مصر أم الدنيا. حبيبي الأسي خليل، أرسل إليك كل يوم مكتوب، ولا ليا شغل إلا التفكير فيك، وأنت ترسل مكتوب كل جمعتين، تطلع عيني وأنا مستنظراه. يا هالطر يا حبيبي، نسيت جميلة ولا مصر نسيتك الأحباب؟ إن كنت حبيبي صح لا تقطع مكاتبي. حياتي ونور عيني، زعلت من الجو على قولك ان مصر بتنسى الاحباب، لكن معلش عندي ليكي خبر يسر، ان شاء الله في القريب العادي اكون طرفكم في كوم النحل، وحين حصولي اتوجه لداركم واحقق المراد مع الوالد العزيز عمي سلامه. مش مصدقه يا ام، مش مالكه نفسي. مش تستني عاد اما تشوف ابوكي هيقول ايه؟ اهلا وسهلا. شرفت الدار. الله يشرف مقدارك يا معلم. استريحي انت بس. ودي تيجي؟ تفضل. متشكر. بقى خليل افندي يا سيدي حده كلام وياك يا معلم. سلام. اهلا وسهلا سي خليل. تفضل. شكرا. ما تتكلم يا راجل. هتخجل من دلوقتي؟ طيب اتكلمك. في خليل افندي يا سيدي طالب القرب منك، طالب يد المحروسه بنتك. اهلا وسهلا. بس مش نتشرف معرفه سي خليل؟ سي خليل بقى ابن المعلم سعد ابو راغب، الله يقدس روحه، بتاع النخيل، تلاقيك عارف هتاخد ثلاث فدادين طين في النخيل هو واخته، وفوق كده هو مستوظف في مصر. هتقول من نخيله؟ ايوه يا معلم، والدتي كانت بالذاتي جبت لكم من الاول، تستاذن عشان اجي اقابل حضرتك، لكن هي تعبانه شويه وما قدرتش تيجي. لا 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 باس عليها. البركه في عم معوض بقى. ما هو خليل يبقى ولدي برضه، والده الله يقدس روحه، يبقى ابن عم والدي لازم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا معلم. والله هنبقى اهل يا اولاد. حلمك شويه فلتس افندي، هتقول ان سي خليل من النخيل؟ ايوه يا معلم، حاكم صاروخ صاحب الجميله الروح بالروح، ومعاه فصل واحد في المدرسه. انت عارف اسمها؟ هي جت عندكم في النخيل؟ ايوه جت عندنا مره واحده تزوروخت. بقى قلت ايه بقى يا معلم؟ بدي اقوم اقضي مصالح في المركز. انا بقول بدري على الموضوع ده يا فلتس افندي، البنت صغيره ومش هتجوزها الوكيل. لكن يا عمي قدام قدام حبه نبقى نتكلم في الموضوع ده تاني لما البنت تخلص تعليمها. لكن لسه قدامها كتير في التعليم. ابو ماله احنا ورانا ايه يعني؟ فكر حبه يا معلم سلام، وهنبقى نعاود عليك تاني. كل واحد عارف صالحه يا فلتس افندي، مش هجوزها الوكيل. اللي تشوفه يا معلم. فتك بعافية. مع السلامة. بتقول جت عندكم في النخيلة؟ وعرفت اسمها كمان؟ ايوه معلم. يا ستار اتفضل. مع السلامة. الراجل كان مسهل في الأول وبعدين غير فكره. يا باي، الراجل دماغه ناشفة.
أنا قلت لك من الأول يا خليل مالك ومال الناس دي. جرب يا ولدي بتعمل إيه؟ عايز الراجل يشوفك وأنت بتباح لك إيه؟ يعني عرفاه واخد صاحبتك الروح بالروح. شفتي كم نوبه هتخلص من وراي؟ ضيعت شيبتي حطيتي دمي في الواحد. واني انا اللي ما كنتش هخلك طلب تخلي سمعه مطرة في حناك الناس. مش تاني العرض تتجوي؟ مش انت تحصلي عليا وتجيب لي خيره بيدي؟ مش انت؟ طيب يا ميله جميله بنت حليمه ما انت خلت منك دار واحد مش مدرسه كمان. ابويا ما رضيش يامه، ابويا ما رضيش. يا مصيبتك يا جميله، يا ويلك، يا بختك الاسود. ما رضيش ليه يامه؟ هو خليل فيه عيب. فيه يا نبيل، فيه يا نبيل. انا في عرضك يامه، اصري علي، ابوس رجلي. عملتيها يا جميله؟ يا مصيبتك يا حليل، يا فضحت، يا وينك يا تودلان. انجدين يام، خلي ابوي يوافق على خليل. يوافق بعد اللي حصل؟ يغير كلمته؟ ما انت عارفه ابوك، ما انت عارفه ابوك. انا هتجوز جميله، انا هتجوز جميله. وما كانش بخاطر ابوها هيبقى غصب عنه، وانا هسافر الولاد فوق مراعي دي. وبكره تشوف. ايه والله يا يوم، لازم تشوف لك صفه مع عربك. حبيبي الاتي خليل، من ساعة سفرك لم يصلني منا الجواب، ولا تعلم ما حصل لي. أعرفك إني محبوسة في البيت، ولا بيهنا لي منام بسبب ما حصل. شكلي بقى مفضوح يا خليل، هم عرفت وش هيسود. خبر كنا لازم النهاردة أروح بدري عشان جواب البنت الغلبانة دي يلحق الصدر بتاع تسعة. بس أنا دخلت في الكات. من ساعة سفرك وأني راكبة فوق سمعين ابوي تقع علي. يا خليل الحكاية بتزيد وبطني عمالة تكبر ومصير ابوي يشوف. لو كنت تشوف لي طريق انا في عرضك، لو تاخدني عندك بعيد عن هنا عايش طول عمري خدمتك وتحت رجليك. انا ما كنتش قادر اخبي نفسي اكتر من كده. يا ولدي الايه؟ عملتوها من ورايا؟ امتى حصلت الحكاية دي؟ كان الواد لما يعرف انها حامل يشوف له صرفة. خد الصدر ده الحق بيه قطر دلوقتي. ما انا لسه جاي من مشوار اهو، هيجري ايه يعني لو استنى القطر اللي بعده؟ بقول لك القطر ده انجر امشي الحق. كويس الجواب هيلحق القطر. لو سيزفت ده ما ركنش في حته. أرجو أن تقولي لي هذا في جوابك. وفي الختام
ألف قبلة من المخلص لك على الدوام خليل سعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. القلوب عند بعضها زي ما يكون الواد حاسس باللي هي فيه. السلام عليكم يا فندم. سلام يا سيدي. هتحط كام المرة دي؟ لا عايز القرشين اللي حداد. ليه؟ صرفت نظر على البندقية خلاص؟ مالكش صالح يا فندم. أنا عايز 10 جنيه و80 قرش دلوقتي. مش ممكن يا لازم نبعت للعموم نستأذن عشان المبلغ أكتر من 10 جنيه. مين العموم ده؟ العموم يعني البوسطة العمومية في مصر يا بني آدم. أنا ماليش صالح في العموم. أنا أعطيك أنت الفلوس يدا بيد. فتحي عليه وبعدين بقى. السلام عليكم يا ناظر البوسطة. سلام يا سيدي. أنا عاوزك الكلمتين. ما تقول يا سيدي وخلصت. العمدة هيسألك متى هتفضي له البيت؟ ثاني البيت 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 مكفاية وجع دماغ بقى. طب والله العظيم ثلاثة يا سيدي. واللي خلق وخلق العمدة بتاعك وخلق قوم النفس دي ما أنا سايب البيت ده إلا بمزاجي. فهمت بقى؟ وتاني مرة مش عايز أشوفك هنا. وبلغ الكلام ده للعمدة بتاعك وتفضل غور من قدامي بقى. ليه يا ناظر البسطة؟ أنا غور؟ والله طيب يا عباس يا شيخ الغفر ما تشوف لنا صرفه في الدور دي. وانت كمان يلا غور من هنا. انا ماليش صالح وسيدي عبد الرحيم لا شاكك لي العمده. يا شيخ الغفر استني انا رايح معاك العمده. يا بي اعوذ بالله. ايه ده؟ انا قلبي كان حاسس ان اليوم ده احسن من اوله. طب والعمل ايه دلوقتي؟ هو ده جواب محكوم عليه بالاعدام. لا يمكن اسلمه وهو مختوم بالشكل ده. وبعدين يا امس هو كده البنت مش هتعرف ان الواد رجع اسكندريه. تعرف ولا ما تعرف بقى وهم بيحبوا بعض يتعذبوا شويه وخلاص. Thank you.
اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل. اهلا وسهلا يا خطر عزيز. اقعد يا جميل ما تاخذنيش البيت مكرك، اصل مسافره بكره وهغيبي شويه. هتغيبي؟ مش كتير قوي، عقبالك كده لما افرح بيك انت وسي خليل. عندي فرح بنت عمدي في الدلاجري، هقعد حداهم جمعه كتب الكتاب. ايوه بالحال انت مشغوله على الجوابات، والنبي يا جميله ما خليت يوم الا ما رحت فيه البوسطه بصراحه. بس ما تزعليش، اني هقول لك عشان تشوفي صالحك، اني خايفه يكون خد على خاطره من مجابله ابوكي. ومن يومها ما بعتش ولا جواب. جميله انت بتعيطي؟ هو حصل حاجه بينكوا يا بنت؟ بقى الحكايه كده؟ ما قلتليش ليه من زمان؟ يا قلبك يا قادره. هاني في عرضك يا محمد، تقولي لي اعمل ايه في وقت ما تعيش الهم. انا هغيب في الفرح جمعه زي ما قلت لك، واول ما ارجع من المشيئه كده اخلص من اللي انت فيه. جواب سيبهم يوصل. بس قولوا لي يا ام احمد بقى لها كام يوم ما بيجيش. تعالى يا سمير ودي الجواب ده للوليه ام احمد. ام احمد مين؟ الوليه اللونه دي اللي بحنيها شعرها وايديها. شايفك متوصي بيها شويه ام احمد دي يا فندم. ما تخليك بعيد عن وجع الراس وتسيبك من سكه النساوين دول. اسكت خالص. امشي خد الجوابات دي. انا ما قلتيش جوابات داخل البلد. لا هالي عم تيجي تاخد جواباتك، وانت عارف اللوايح يا حضرة الناصر. أنا قاعد بقى. اه يا بكر. وأعرفك يا حبيبتي القاسية عليا جدا أني وجدت شقة على البحر، والمنظر من الشباك في غاية الروعة، منتظر مني الجواب بفروغ الصبر لأعرف موعد حضورك. أم يا ترى حصلت حاجة غيرت فكرك فانقطعت جواباتك، لهذا تجدينني في غاية الحيرة. أتوسل إليك يا حبيبتي أن ترحميني من العذاب بكلمة واحدة تجعلني أطير من السعادة. هذه الكلمة هي موعد حضورك طرفي لأنتظرك على المحطة في الإسكندرية. حالي أظن الجواب ده البنت تقدر تفهم منه إنه رجع إسكندرية. بس فين الولية أم أحمد؟ قاعد كده ليه؟ خش جوه خلي بالك لحد ما ارجع. هتروح انت توديه؟ بقول لك خش جوه. ما شفتش ام احمد؟ ما تعرفش ام احمد ساكنه فين؟ اوه انت يا بنت التوهية، ما تعرفوش جميلة فين؟ ما تعرفوش جميلة فين؟ يا ترى انت فين دلوقتي؟ اللي ما نعرف لك مكان. لا هات ورقه وتعالى يا شيخ الغفا. وانت يا ولد يا تسوقي وتغفلني معاك وروح اجمع لي محروسه بنت الشيخ مبارك وفرحانه بنت المعلم رضوان هي والبنات اللي كانوا معاهم. ما تيجي يا شيخ الغفا وروح مع تسوقي حيدلك. لك اكتب البلاغ ده جوام يا شيخ الغفر. بمرور ساعة تاريخه بحر البلد حسب اوامر سعادة البيع المأمور ما اشعر الا ورقية صميض عبد العال فراش المكتب. فما كان منه الا انه ابلغني ان حضرة ناظر البسطة عباس افندي حسين
اتهجم على البنت محروسه بنت الشيخ مبارك حال تكونها رايحه تشتري متر جاز، وان المذكور اعلى. اتهجم على البنت فرحانه بنت المعلم رضوان بعد صلاه العصر فانسرعت منه وجري، لاسيما انه كان في الطريق العمومي. وبسؤالهم لم حد منهم رضي يحط منطق خوفا من الجوالة ومن كلام الناس. والجميع مرسلين للمركز افندي مع امتدكم النحلة عبد السميع افندي وهجاني. هات يا اخويا مبصوم لك. ايه انا اتهجمت عليك يا بنت؟ اتكلمي اتكلمي انت كمان. انا هتجنن والله والله يا حسن افندي، ما اعرفه ولا اعرف شكلهم ولا اسمهم حتى. كل ده يعملوا فيا عشان خاطر يطلعني من البيت. ايه ده يا عباس افندي؟ هدي نفسك. قوم يا بنت، ابوك ده. كاتب بنت راحت له هناك، جيت انا وقطعت الخيط ما بين الاثنين. لو كنت في مصر ما كانش همني، لكن هنا انا خايف للبنت تموت هيقتلوها. دول همك وانا عارفهم يا درويش. دول مصيبه انا مش عارف هي فين اوريها ازاي. لو غير البنت دي حاجه انا المسؤول. لو ماتت انا اللي قتلتها يا درويش. Thank you.
مملكتي.